رحلة البحث عن الطفل المفقود، الطفل الذي يعادل طفل يمين يامال اللي أحرز لقب اليورو لإسبانيا في 2024. أستاذ مجدي كامل هو أنسى الضيف ممكن يبدأ معانا رحلة البحث عن لامين يامال في مصر. مساء الفل يا فندم. مساء النور يا محمودي. ايه الاخبار؟ ومبروك حبيبي. الله يبارك. انت عارف طبعا انا من اسعد الناس في بالبرنامج الجديد ده. محمود يا جماعه ابني انا اللي شفته المهندس ده حقيقي اللي جاي من كفر الشيخ وبينقل كارير المحله مش كفر الشيخ المحله وبينقل كارير وبيقرر ان هو يخوض مجال الاعلام باصرار من البدايه، فانا اللي شايف مشهد البدايه وانا اللي شايف تطوره كده زي اليمين يامال ما بيتطور حبيب. في الإعلام مع نجاحك، مع تمسكك بخطوط عريضة وفهمك حتى في عصر الترند، فهمك لمحتوى أو فكرة الترند ده يبقى إزاي، وإنه في الترند السهل اللي بيفرقع في وش صاحبه وأحيانا يفرقع في وش مجموعة وأحيانا يفرقع في وش بلد. والفهم والوعي ده هو اللي بيخليك تستمر، بدليل انه الترندات الحقيقة ترند دلوقتي في اسبانيا في كاتالونيا. الترند هناك لما اكتشفوا هذه الموهبة من نبت الارض من المزرعة وخرج وخد احسن لاعب، والعالم دلوقتي بينتظره وهيفضل ترند لسنوات وسنوات قادمة، فأعتقد أن ده الترند الحقيقي. طيب إلى أي مدى اللي حصل ده عظيم؟ يعني إلى أي مدى كان ظهور لامين يامال وتأثيره على الكورة وعلى إسبانيا عظيم؟ يعني هل هي مبالغات ولا هو وضع يشابه وضع ظهور ميسي، ظهور كريستيانو، ظهور اللعيبة الكبيرة؟ الوضع عظيم لأنه تواكب مع لحظة انحسار الأضواء، بما أنك عامل عنوان درامي يا محمودي ففي اللحظة اللي بتنحسر فيها الأضواء عن كريستيانو رونالدو عن ميسي وبدأت البكائيات وبدأ ده يبكي وهو خارج من الملعب وده يبكي وهو داخل، يعني في اللحظة دي اللي الناس كلها بتقول مين هنتفرج على كرة تاني فين، مين اللي هيظهر، ففي اللحظة دي يظهر مولد نجم جديد لأي حد بيحب الكرة. قد يكون مش هيبقى ميسي، قد يكون مش هيبقى رونالدو، احنا ما نقدرش نتكلم في ده او نقدر يعني نتخيل او نقول انه ده هيبقى نجم عالمي في مستوى ميسي، لكن بيدشن نجم طفل صغير، واحنا نقصد كلمة طفل طبقا لليونيسيف وطبقا للأمم المتحدة هو بعمر الأطفال في المعاهدة الخاصة بالطفولة. الطفل ما دون 18 سنة في العالم كله هو طفل، مسمى طفل طبعا. اي حد عنده اقل من 18 سنة طفل. فبالتالي اليمين يامال هو طفل، وبالتالي كرة القدم الان اصبحت بتاعة العيال. ما حدش ياخدها بالشكل السلبي، كرة القدم بتاعة ملك الشباب الصغير جدا اللي بياخدوا ثقة واللي بقوا دلوقتي شغالين على المنتخب الاول. يعني احنا بنبدأ مش بدري، مش بتكتشف لعيب ده بيجي وبيشتغل وبياخد بطولة. احنا كنا بنبدأ بدري. الخطيب بدأ بدري. الخطيب بدأ 16 سنة. ميدو بدأ بدري لعب في الزمالك هو 16 سنة طبعا. بيليه بدأ بدري لعب 17 سنة منتخب. لكن النهاردة بقى ده توجه، مش حد بادئ بدري بالصدفة كده يا محمودي. ده توجه عام، توجه عام بيودينا الى انه الميركاتو واسعار اللاعبين واللاعبين اللي رايحه جايه دلوقتي الناس بتشتري الصغير. خلاص بقى دلوقتي مش محتاج انك انت تقول انا عندي لعيب عنده 16 سنه، طب هستنى لما يبقى 18 20، طب انا هصبر عليه. ومن هنا جت الكلمه المقوله انت فاكرها اللي صدرت في وقت من الاوقات مع يعني مع تحفظي بين قوسين على الجمله، وهي شراء العبد ولا تربيته. انك تشتري الجاهز. اتحلت الاشكاليه لانك انت بقيت بتربي طفل عنده 15 سنة صح. 16 سنة يديك بطولة أوروبا و16 سنة يطلع على المنصة يستلم كاس أحسن لاعب شاب، وهو في الواقع هو أحسن لاعب شاب بس وكبير، بس يعني يعني صح. ذوقيا ما كانش ينفع إن في ناس شيوخ كبار في الملعب ما ياخدوش هذه الجائزة، وهو يكتفي دلوقتي لأن أنت المستقبل جاي لك كتير جدا وسوف نلتقي كثيرا على منصات التتويج. طيب الدراما في الموضوع انه لامين يامال كان عنده مشاكل كتير جدا على مدار حياته وعلى مدار المسيره
تخلي انه اللي حصل ده انجاز لا يصدقه عقل. يعني في حاجات ليها علاقه بالعنصريه وبالسياسه وباسبانيا وملك اسبانيا وفي التربيه والمكان كله. نبدا ده صعب. تحب نبدا بروكافوندا ولا نبدا بلمسيه؟ نبدا بروكافوندا. روكافوندا في المقاطعه في برشلونه، هو المكان اللي بيعيش فيه متعدد الثقافات. متعدد الثقافات اللي هو الاسم المهذب للمهاجرين من مناطق مختلفة، اللي جاي من إفريقيا واللي جاي من مناطق مختلفة بيتجمعوا هنا، منطقة فقيرة جدا، منطقة بيخرج منها كتير جدا من المجرمين وقطاع الطرق. وبالتالي الأحزاب اليمينية في أسبانيا طول الوقت بتتكلم عن المنطقة دي إنها منطقة موبوءة، مش وإن دول إحنا اللي هو أنت عارف طبعا اللي بيدور كتير جدا لازم يمشوا، ده لازم يخرجوا من هنا، دول عبء علينا، دول عبء على أسبانيا. لدرجة إنه هذا الاستفزاز وهذه العنصرية بتخلي إنه حصل أكتر من جريمة، إنه حد يدخل من الشباب الأسباني ويدخل هذه المنطقة ويبدأ يتعامل بمنجل مثلا ويقتل حد أو يضرب حد، لأنه هم معترضين على هذه الفئة الموجودة اللي ما بيطلعش منها أي حاجة. فجأة إظلام، دراما، بما أنك عامل العنوان درامي طبعا، ملك أسبانيا واقف وجنبه الأميرة ولية العهد، وفي اتنين خارجين من هذه المنطقة من روكافوندا وهم ويليامز واليمين يمال، والاتنين بيسلموا على الملك أكتر من مرة. دول الاتنين اللي نشأوا في روكافوندا واللي بعد كده لما هنتكلم عنهم، لمجرد ان تم اكتشاف الكنز المفقود اللي انت بتتكلم عنه، واللي انا براهن على انه احنا لازم الحلقة النهاردة تبقى تدشين لحملة كبيرة جدا للبحث عن هذا الكنز المفقود، 100%. عن هذا الطفل المفقود. كان قد يكون هذا الطفل المفقود يا محمودي موجود مخطوف في نادي من الأندية وقاعد ومكبوت وكل همه في الدنيا ان هو يحترف، ياخد بتاعه ويطلع بره يهرب ويشوف له حته يشتغل فيها بس حد او ان حد يعني. يشوفه. وقد يكون هذا المنظومه الاساسيه هي المنظومه اللي تحت الطفل، البحث عن الطفل المفقود. وجزء من كلامك دون قطع الكلامك، يعني انه لما كنا في 2006 و8 و10 بنحقق بطولات ما كانتش المنظومة عبقرية بكل المقاييس، كان برضو في شوائب وكان في مشاكل وكان وكان وكان، لكن نظرية الصدفة. جه حسن شحاتة بالصدفة، يعني جه حسن شحاتة بعد تفاصيل كتير احنا عارفينها، لكن كانت البداية بنفس الطريقة تقريبا، أجيال بتسلم بعض تكونوا مع جيل الأهلي الكل تلاحم وطلعنا الطلعة. بص، فاحنا عملنا ده قبل كده. بص، احنا طول الوقت بنعمله، بس بنعمله بالصدفة. احنا عندنا محمد صلاح خرج في وقت من الأوقات، خرج محمود الخطيب لاعب عنده 16 سنة وموهوب ورائع، الصدفة، الصدفة البحتة. بس يا جماعة، ما يحدث بالصدفة يمكن أن يحدث بترتيب بسيط. ما حدش يجي يقول لي أصل المنظومة فنقعد نتكلم كتير وبعدين نخرج ما نعرفش نبدأ منين. 100%. المرة دي الإعلام جاي بيقول، بينور وبيقول يا جماعة إحنا عارفين نبدأ منين وهنحكي نبدأ منين، ومش دور الإعلام إن هو يقول لك تعمل إيه. ومع ذلك الإعلام بيقول لك إحنا بيحصل. هنحط نقط رئيسية تجاوزا عن دورنا، احنا نقول ممكن ايه اللي يتعمل. طيب، مين المسؤول بالتحديد؟ يبقى هنا احنا مش في حكاية المنظومة التايهة، احنا في حكاية الطفل التايه. يا ولاد الحلال، الطفل اليمين يمال اللي حاطط اللي مركب بريسز لسه في سنانه، لسه جديدة، بيقوم سنانه، واللي العالم كله بيتكلم عنه، الطفل اللي واقف في الملعب في نهائي اوروبا وبيحرك بعض اللاعبين وامتى بينزل لتحت شويه وامتى بيطلع لفوق وامتى بيوجه زمايله وهو في هذا السن. هذا الطفل اللي اتربى صح تربيه سريعه جدا، ما تقلقوش هتكسبه وهتبيعوا لاعبين وهتشتروا لاعبين، بس الطفل دلوقتي ده سنتين وممكن يحقق حاجات كتير جدا، مش هتستنى كتير. طيب، عشان تاخد النتائج. هكمل الكلام عن يامال، لكن الفكرة الأساسية أولا هو يامال وصل لده إزاي؟ راح برشلونة إزاي؟ القواعد الأساسية والمنهج اللي كان موجود علشان هو وغيره يقدروا يطلعوا بهذا الشكل. أولا تقرير عن لامين يامال وحكايته الأسطورية الدرامية، نتابعه ونرجع علشان نتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن ما يحدث في لاماسيا
وازاي تقدر تعمل ما يشبه اللمسية دي ولكن على أرض مصر أو حتى في الوطن العربي. نتابع ولكن نشوف التقرير الأول ونكمل مع حضراتكم. في كتاب الحق الدنيا كلها حرفيا تبقى تحت رجليك. التعبير ده نفسه استخدمه موقع فيفا في مقاله عن يمين يمال، وكتب نصا الشاب الذي يملك العالم تحت قدميه. واضح كده ان الجيل اللي تربى على حكايات علاء الدين مكتوب له يشوف بطل الحدوتة في الحقيقة. في القصة الحقيقية صعب جدا تحدد اللحظة اللي لامين يامال لقى فيها المصباح. هل السر والشرارة الأولى كانت في لقطة الطفولة العفوية تماما مع ميسي؟ هل اتنقلت له عدوى العظمة وجنون الكورة؟ طب ليه بقى ما نقولش ان ميسي كان هو الجني في الحدوتة دي، الملهم والمحرك؟ سور 14 ويمشي السكة نفسها خطوة خطوة. المشكلة في الحكايات اللي زي دي لما البطل بيبدأ أول فصولها بنجاحات ملحمية وأرقام قياسية تجبرك تستنى اللي جاي وانت قلقان. هل هيكمل بنفس القوة ويسحب البساط من الكل ويبقى هو سوبرمان؟ ولا عموما أدينا هنشوف. طيب، الحكاية لامين يامال لا تفترق ابدا عن قدرات لمسيه في اخراج نجوم بهذا الشكل، لكن كل حاجه وليها قواعد مهمه في اسبانيا. ازاي تخش لمسيه؟ ازاي تنجح في لمسيه؟ ازاي لمسيه تكون اعظم اللاعبين على مستوى العالم في العقود الاخيره؟ ده السؤال المطروح هنا على الطاوله في رحله البحث عن الطفل المفقود. اتفضل يا فندم. فاكر لما كنا بنتكلم عن اكاديميه السنغال؟ امال جينوسيون فوت ادينا جايبين لهم بالظبط كده حكايه ثانيه عن اكاديميه لمسيه. اوكي طيب، انط شويه اقول لك بعض الحلول. يلا بينا. ما تبعت حد معايشه في لمسيه. لا انا جايب لك حاجه احلى، اسمع دي شويه. حد معايشه، مش انت بتعمل عقود معايشه ساعات؟ اعمل عقد معايشه بقى المره دي بجد، المره دي عقد معايشه بجد. ما هو انا واحد يروح لمسيه. محضر لك مفاجاه في القصه دي بس بعد شويه. طب بس حد يكون بيفهم، لازم حد يروح، لازم حد يكون بيعرف يفهم ويقرا ويرصد وتفاصيل كتير. حد يكون بيفهم ما تقلقش. حكايه لمسيه في القرن 17 مزرعه بسيطه جدا في وسطها بيت ريفي، وبيت ريفي بالاسبانيه يعني لمسيه. هذا البيت الريفي في وسط المزرعه لما بدا نادي بالصدفه البحته الكامب نو يتبني، اتبنى قريبا من هذه المزرعه. حلو. واضيف الى الكامب نو. فبقى لما خدوا المزرعه بالبيت ده، البيت ده كان بيقيم فيه بعض اللاعبين المغتربين اللي جايين هيلعبوا في برشلونه. ممتاز. مع الايام ظهرت فكره لمسيه، بدات بسيطه وبطيئه. احنا عندنا مهاجرين وعندنا اسبان وعندنا، تعالوا نعمل اكاديميه منفصله متصله وتشتغل باعمار سنيه مختلفه على نفس النهج عشان تبدا تزود او يعني تدعم برشلونه باللاعبين. كويس. امتى الانتقال الحقيقي لمسيه للكيان الكبير؟ لما جه راجل لطيف اسمه كرويف. كرويف هو اللي نقل التصور. انت عارف الكرة الهولندية في الفترة دي في اواخر السبعينات، والفترة دي كانت كرة هولندية الطواحين وبدأت فكرة التيكي تاكا فبدأ ينقل هذه الفكرة، ولقى انه الفكرة دي عشان تترسخ لازم تبدأ بيها. ما ينفعش يتعلم لاعب كرة قدم انه يباصي وهو لاعب كبير في منتهى في نضجه الكامل. ماشي. هتتفرج على الدوري وهتتفرج على الكوره بالشكل اللي كل حضراتكم شايفينه ومتابعين. ومش هيتغير. كويس. لان الحاجات دي تعليم في الصغر. ماشي. القواعد بقى. قرر انه لمسيه دي تاخد نفس طقوس برشلونه. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا هنعمل تيكي تاكا. عايزين نمرن ولادنا الصغيرين على ايه؟ على الاستلام في مساحات ضيقه والتسليم في مساحات ضيقه، وده اساسيات الكوره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالصلاه على النبي. اوكي. سلم واستلم. وهذا هو مبدا لمسيه. رفعوا شعار اللعب من اجل الفريق لا للنجوميه المفرطه. ولذلك يا محمودي مفيش حد من الاسماء اللي خرجت من لمسيه عنده الايجو او الخروج على العالي. القاعده تكون معانا على الشاشه يعني. مفيش تتابع المساله. مفيش يعني. ابراهيموفيتش. مفيش كريستيانو رونالدو.
مفيش حد من اللاعبين البرازيليين اللي هم الهوائيين، مفيش الكلام ده في لمسيه. دي القواعد معانا على الشاشه. ناخدها من الاول يا جماعه عشان تبقى الناس برضو معانا في الصوره، انه اولا مفيش وشم على الجسد، تسريحات شعر غريبه مفيش في رجاله بالظبط كده، مفيش حلقان في الودن او سلاسل، بعدين مفيش اي موبايل اثناء او بعد او التمرين او في المباريات او في غرف خلع الملابس، وبتسلم تليفونك لمندوب النادي وقت فراغ مخصص بس تقدر تاخد تليفونك فيه. لمسيه فيها كل الرفاهيه اللي في الدنيا، نبحث عن اللاعب اللي جاي، دي مش مشاريع اكاديميات زي الاكاديميات الخاصه ادفع وتعالى، واللي هي اللي هي بقت دلوقتي حتى في الاكاديميات العامه وحتى في فرق الناشئين الحكايه في بقت عامله كده يعني طبعا. ابن العضو ده والنبي دخله والواد يبقى زي البطه كده هو بتاعه، بس هيلعب هيطلع منه هيبقى مش عارف ايه، وتضيع وقتك وتضيع وقت المدرب وتضيع وقت الدنيا كلها في انك انت بتطلع عايز تطلع حاجه مش موجوده. ابن سعادتك مش موهوب. لكن هنا هم اللي بيروحوا يجيبوا الناس ومش بيبعدوا بعيد، هم ما بيجيبهمش من بره اسبانيا، عندنا الناس اللي بتلعب في الشوارع، الناس اللي جايين من روكافوندا اهلا بيهم، بيجي بياكل ايس كريم وشوكولاته شاوي يعني، وبيعيش على اعلى لا رفاهيه رهيبه، ولكن نظام شبه عسكري. طيب نظام دقيق، يصحى الصبح يصحى الصبح قبل الضوء، قبل اول ضوء، الفطار، التحركات، التجهيز، وبداية التدريب مع ظهور أول شعاع شمس. في مقاييس، في حاجة، واللي بيخرج عن ده بيطرد، وناس كتير انطردت من لمسيه، خرجت من لمسيه. طيب بلا رحمة. طيب الحقيقة إنه السياق ده لازم يكون متصل من إسبانيا، من لمسيه. وخورخي فونتي، الراجل اللي اكتشف لامين يامال وهو في سن العشر سنوات، اللي كان بيوصله لحد بيته ويرجعه تاني، وكان شاهد على المسيره، بيحكي لنا في هاتريك انه ازاي اكتشف هذه الموهبه، انه ايه الشروط اللي الناس لازم بتاخد بيها بعين الاعتبار وهما بيختاروا من الناحيه التقنيه بقى اللعيبه الموجوده في لمسيه، وبيتكلم عن جزء مهم جدا جدا له علاقه بالاكاديميه، وهيكون في جزء ثاني من هذا اللقاء في اخر الحلقه لكنه هيكون مفاجئ لينا جميعا، فنشوف الجزء الاول ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. للتوقيع مع لاعب وانضمامه الى الفريق نقوم بهذه المهمه نحن المدربين، فهي مسؤوليتنا. في نهايه الاسبوع نذهب لمشاهده العديد من المباريات واكبر عدد ممكن من المباريات لهؤلاء اللاعبين، ومن هنا نقوم بتقييم اللاعبين جميعهم لنحدد من نقوم بضمه الى الفريق. وفي هذه العمليه ايضا يساعدنا بعض الاشخاص او على الاحرى الكشافه يساعدون في اختيار هؤلاء اللاعبين، يشاهدون العديد من المباريات ويقدمون تقارير تفصيليه بالايجابيات والسلبيات عن هؤلاء اللاعبين. نحن نتخذ اجراءات ونحدد لاعبي المستقبل ونقوم بدعوتهم إلى بعض التدريبات والمباريات الودية لتجربتهم لتحديد من سينضم للفريق العام المقبل. حسناً، انضمام لامين يامال صاحب 16 عاماً إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يجيب عن العديد من الظروف، وأول هذه الظروف هو الوضع الاقتصادي للنادي، حيث لا توجد هناك أموال للتوقيع مع لاعبين كبار، وبالتالي قام تشافي في هذه الحالة بالتوجه إلى براعم النادي، وهو شيء معتاد داخل نادي برشلونة، وهناك العديد من اللاعبين أصحاب الأداء الرائع مثل جافي وكوبارسي، ولكن وجد أيضا جوهرة ثمينة للغاية مفعمة بالموهبة وهو لامين يامال. وكما قال تشافي أنه لم يكن ينظر إلى العمر ولكنه ينظر إلى الأداء، وأظهر لامين يامال بعمر 16 عاما تماما أنه يستطيع أن يكون في الفريق الأول، وقدم أداء رائعا جدا وتحول أيضا ليكون مفتاح الأداء والقطعة الذهبية بالمنتخب الإسباني. طبعا ده كان انه ازاي بتختار لعيب للمسيه، وده الجزء الاول يعني، والحقيقه انه بيقودني ده لتساؤل مهم جدا، انه برشلونه اللي عمل ده كان حريصا على انه اكاديمياته على مستوى الوطن العربي يكون في شيء من هذا القبيل، مش بتكلم على كل حاجه بس شيء من هذا القبيل. فاسمحوا لي نستقبل الاستاذ هشام الخشن مدير طبعا اكاديميه برشلونه في مصر عشان يكلمنا عن الفكره. لا حاليا مش بشكل عام، مش في مصر، كان في برشلونه بشكل عام يعني، الاكاديميات بشكل عام، نشوف الاخبار ايه في موضوع تجهيز اللعيبه وتطوير اللعيبه. مساء الخير يا فندم واهلا بيك معانا. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. طبعا تحياتي وتحياتي للاستاذ مجدي ليك. والكلام عن برشلونه، عن الاكاديميات بشكل عام، رقم واحد، هل الاكاديميات الفارق بينها وبين قطاعات الناشئين الموجوده عند الفرق بشكل عام؟ والحاجه الثانيه، هل كان برشلونه حريص على انه يطبق نفس المبادئ دي عندما كانت له اكاديميات موجوده سواء في مصر
او على مستوى الوطن العربي او لا؟ بص خليني انا اتكلم بصراحه وعوضي على الله. يعني اكاديميات النوادي النوادي الدوليه الاكاديميات بتاعتها بتعملها في حتت مختلفه في العالم نوعين. هشام هشام يا ريت تعلي صوتك شويه وتسخن معانا شويه يا هشام. الاكاديميات الاكاديميات اللي بتعملها النوادي العالميه خارج بلادها نوعين. في نوع نادر جدا وهو النوع اللي هو بيطلع او يبقى محتمل ان هو يطلع لعيبه تحترف في النوادي بتحترف كره القدم عموما. ماشي. دي بتبقى تحت اشراف كامل من النادي. لا يحضرني هنا بس في بعض النوادي عندها اكاديميات في امريكا اللاتينيه نوادي اوروبيه عندها اكاديميات. الموضوع ده قل شويه نتيجه تحول طريقه تعامل البيزنس لان بقت النوادي بتشتري نوادي. يعني النهارده في لعيب راح لمانشستر سيتي السنه اللي فاتت كان بيلعب في جيرونا اعاره ده كان معار من نادي في امريكا اللاتينيه النادي ده وجيرونا بيملكهم مانشستر سيتي او سيتي جروب اتحركت جوه. الاكاديميات الاخرى هي اكاديميات جديه بتنقل شخصيه وفلسفه النادي لكن هم نفسهم بيشوفوا احتمالات خروج الموهوب اللي يلعب في النادي العالمي ده اضعف لكن هو ممكن يعد لعيب يلعب على المستوى المحلي او يحترف في نوادي اقل لكن بتبقى عينه عليها لكن ما بت يعني مش هي دي الاساس في تخليق الموهبه اللي تروح للنادي الدولي. طيب وصلت كده؟ كده كده وصلت بس عايز بقى افوكس شويه على برشلونه، هل برشلونه كنادي كان توجهه شبه بقيه الاماكن ولا برشلونه كان عنده فكر مختلف في اداره اكاديمياته على مستوى العالم؟ لا هو برشلونه حصص التدريب بتاعته منقوله من السيستم بتاعه، يعني هو انت لو رحت اكاديميه برشلونه في اي حته في العالم اسبوعيا التدريب او حصص التدريب بتيجي من برشلونه اسبوعيا وبتطبق. يعني حياتك الهند هم عندهم اكاديميه، مصر عندهم اكاديميه، اوكي هولندا عندهم اكاديميه، ايا مكان المكان اللي حياتك فيه هي نفس الحصه التدريبيه اللي جايه من برشلونه. هل هي مكثفه زي بتاعه لاماسيا؟ طبعا لا لان احنا بنبتدي باولاد سنهم اصغر بكتير. مفهوم. بنعلمهم الفلسفه، بنعلمهم الشخصيه، وبنعلمهم بس هتلاقي الفرق على بتاعه الاكاديميات على اختلاف مستوياتها بتلعب نفس الطريقه. هل خرج حد من اكاديميه برشلونه من مصر وراح اسبانيا ولا ده ما حصلش؟ راح بس ما راحش برشلونه. راح على فين ومين وازاي؟ لا انا مش فاكر الاسامي لان الكلام ده كان من زمن. راح ولعب في النوادي هناك يجوز ما كملش بس راحوا يعني طلعوا من هشام. ايه الفرق بين الاكاديميات يعني حتى لو جاز التعبير الاكاديميات التجاريه؟ وانا عارف ان ليك راي في الحته دي صريح وبما انك كنت يعني وما زلت بتدير في مجال الاكاديميات ده، والفرق بين الاكاديميات الاشبه بمدارس الكوره زي لاماسيا اللي هي الاقامه الكامله، مين اللي من الذي يصنع اليمين يمال؟ لا لاماسيا هي اللي تصنع اليمين يمال لكن الاكاديميات الاخرى مره اخرى هي طريقه لنشر فلسفه وثقافه النادي، لنشر وزياده شعبيه النادي، لتعليم الطفل العادي قبل ما يكون الطفل الموهوب كره القدم. يعني هو في احد لقاءاتي مع زمان يعني مع ناس برشلونه فاكرين يا جماعه ما كنا في المدرسه بنعمل تقسيمه، فهو كان بيقول لك انت الطفل اللي هيخش عندي في التقسيمه مش هيبقى اخر واحد بيختاروه، هيبقى تاني او تالت واحد. يعني لو هو أوكي. مش موهوب لكن هو بيعرف يلعب كوره، بيعرف يتمركز، بيعرف يقف، فاصدقائه بيجدوا الميزه اللي فيه. كيف نصل الى الكنز المفقود او الطفل المفقود؟ وانا بس عايز انوه على حاجه، انتوا ماسكين في لامين يامال وده طبعا يعني حاجه جميله قوي، بس يعني كان في كده كم معلومه احب اقولهم اذا سمحتوا. اتفضل يا فندم. في برشلونه نفسها وخليكم فاكرين الاسم ده، في لعيب مهم جدا هو عنده 17 سنه اللي هو كوبارسي
اللي هو الديفندر. صحيح. وبارسي كان في المجموعه اللي اختيرت لمنتخب اسبانيا وطلع، يعني هو ما خدوا 24 هو كان في 26 في اخر تصوير. كوبارسي عنده 17 سنه هو اساسي مع برشلونه، وكان ممكن يكون موجود مع برشلونه بكل حاجه، وده في 2026 في كاس العالم اساسي في منتخب اسبانيا. انا اقدر اقول لحضرتك من دلوقتي صحيح صحيح وهيبقى اساسي. برضه عشان نكمل حركه الكوره في العالم، في الشهر اللي فات في كذا حاجه. امبارح مانشستر يونايتد اشترت ولد عنده 18 سنه اللي هو لينيورو طبعا، 50 مليون يورو. وفي اندريك في اسبانيا، وفي روكي في اسبانيا، فخلاص الموضوع بقى منتشر وبقى التوجه دلوقتي يعني. وفي ليفربول ما عملتش حركه في سوق الانتقالات غير اثنين، الفين ايمن اللي هو نص مصري عنده 15 سنه هيتم 16، ونجومه اللي هي خده من الاهم من كده. الحقيقه ان زي ما على يمين هجوم اسبانيا في يمين في ويليامز الناحيه الثانيه، في ويليامز الناحيه الثانيه طبعا، في بيدري اللي اتعور، في جافي اللي ما راحش عنده 19 سنه، الكل نجوم والكل نفس المدرسه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معانا. وطبعا دي نقطه بتاكد على انه برشلونه بيحرص على نفس نوعيه الكوره، لكن مش كل الاكاديميات على مستوى العالم تقدر تشتغل وتطلع لامين يامال، لانه ده بيحصل في لاماسيا فقط لا غير. فبنوصل للنقطه الى انه الاكاديميات هو نشاط ممكن يطلع حد، لكن الاساس في الموضوع انه النادي لا يهتم بالضروره انه يطلع اللعيب اللي موجود في اكاديميته اللي موجوده على مستوى العالم يكون زي اللي عنده في اكاديميته الخاصه في بلده. ده الشاهد من هذا الموضوع. طيب محتاجين نوصل بقى القصه، لانه اتكلمنا على لامين انا في اسبانيا، عايز اقول لك محتاجين نمصر بقى الموضوع، انه ده رمز. احنا مش بنتكلم عن اليمين احنا بنتكلم عن نموذج. النموذج صحيح، والنموذج اللي نشا في منطقه عشوائيات، ثم تم يعني انتقاله الى الاكاديميه، ثم في وقت سريع جدا الى المنتخب، ثم في وقت سريع جدا الى منصات التتويج. الفكره بقى في مصر هنا الدنيا بقى مش هتوه مننا، مفيش هنا المنظومه خالص، لوك 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 ثم لا شيء. هنا احنا، ويعني اسمح لي من خلال برنامجك، انه ده مش حلقه، هذا تدشين لحمله طبعا مفروض تتبناها. ده ولا عايز تكمل ترندات وتشوف المشاكل؟ انت عارف المشاكل والتحقيقات والبتاع الناس تقدر تتكلم فيها، خليهم يتكلموا فيها. أوكي. لكن هنا وعند الضروره هنتدخل طبعا، يعني عند الضروره هنتدخل في الحاجات المهمه طبعا. الاعلام ما بيغضش الطرف، لكن فكره اللبانه المستمره ان انا اصدق بمسك في حاجه، ما احنا معذورين. صحيح، الاعلام معذور. حضرتك طلع لي قماش سلمني نضيف، اسلمك نضيف بعد الفصل طلع لك قماش، اوعدك بعد الفصل وانا هرد وهشرح لك. اتكلمنا عن المرحله الاولى، مرحله ال 20 سنه وال 19 سنه اللي تحتاج فقط نظره من المديرين الفنيين، من الاداره الرياضيه زي محمد عبد الله في الاهلي وغيره 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 في الزمالك، تجربه الناشئين مثلا، ودول اللي محتاجين الفرصه. لكن في النوع الثاني، وهو نوع لامين يامال المنتشر في قطاعات ناشئين الكره المصريه، اهلي وزمالك، واللي النهارده اخترنا منهم عنصر اخترناه بعنايه شديده جدا، لانه موهبه كبيره جدا جدا من حيث الصخب ومن حيث الصيت ومن حيث التأثير، سواء مع الزمالك أو المنتخب المصري للشباب. فاسمحوا لنا بعد الفاصل نستقبل محمد حمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2008 ونجم المنتخب المصري للشباب، منتخب كابتن أحمد الكاس. فبعد الفاصل نكمل كلام ونشوف دائرة البحث هتودينا على فين. لامين يامال بتاعهم عدى أصعب المراحل وخرج للنور، بس يا ترى لامين يامال بتاعنا هيعمل إيه؟ حصريا ولأول مرة محمد حمد ضيف هاتريك بعد الفاصل. طيب، اولا هو شكلا في من لامين يامال شكلا، وقليل من كيليان امبابي شكلا، وفي الملعب اللي هنتفرج عليه بعد شويه يعني هنشوف كثير من المهارات الفنية الموجودة عند واحد من أهم اللعيبة الشباب الموجودين في مصر في الوقت الحالي، وهو محمد حمد لاعب نادي الزمالك مواليد 2008 ومنتخب مصر للشباب مع كابتن أحمد الكاس أو للناشئين مواليد 2008. منورنا ومشرفنا. نورك يا كابتن محمد. ازيك؟ الحمد لله. ايه الأخبار؟ الحمد لله. كله حلو؟ كله حلو الحمد لله. الأول شعورك كلاعب عنده 16 سنة بيتفرج على لعيب تاني عنده 16 سنة
بيرفع لقب اليورو، يعني انت كمشاهد متابع كده قاعد بتتفرج حاسس بايه؟ فرحان غيران؟ فرحان طبعا. هو كلاعب جامد قوي، وهو انجاز طبعا اللي هو حقق اليورو. واكيد هو اجتهد وتعب عشان يوصل اللي هو فيه دلوقتي. انت في رايك لو بسالك سؤال صريح كده، انت ليه مش في المكان ده؟ يعني ليه انت مش في منتخب مصر الاول وعملت طفره زي لامين يامال وطلعت واتصعدت بدري ولعبت منتخب مصر؟ في رايك انت ممكن الحاجات اللي كانت متوفره له مش متوفره هنا في مصر. شبه يعني الجيم، الثقه بامكانيات اللعيبه طبعا، والجيم والحاجات والتغذيه والكلام ده كله بيفرق طبعا. تتمنى لو كان الوضع معكوس، يعني اتمنى لو كان الوضع بالنسبه لك انه منتخب اول وتغذيه و في الوقت الحالي كان كنت واثق من امكانياتك انها توصل لحد المنطقه دي؟ ايوه طبعا. لو في وقت من الاوقات، اولا انت ليه مش مركب بريس ازاي؟ هركب ولا ما عندكش مشاكل في السنان؟ هركب. طيب اولا انا قبل ما انسى، يعني اوعدني وعد، وعد شرف. حاضر. ان انا ما الاقيكش كمان سنه اسمك محمد ميسي، محمد تريزيجيه، محمد مش عارف نيمار، تشابي، محمد حمد نيمار، ارجوك. لا لا ان شاء الله. ليه؟ لانه عارف يا محمد، مفيش نجم بيبقى نجم الا لما يبقى هو صح طبعا. يعني يعني انا عايز نسخه تانية، يعني واحد طالع من الاول بيقول لي انا نسخه تانية من فلان، تفتكر هيبقى نسخه تانية؟ يعني فلو حد جه اقنعك قال لك انت واد لعيب وتتسمى بقى كذا، قول له انسى، اوعدك. محمد حمد اسم موسيقى. طيب الاول علشان الناس تبقى شايفه بقى حمد على الشاشه، اخبار بنتكلم عن مين؟ ليه وضع هذا الرجل وكانه مثال للكره المصريه في مكان لامين يامال؟ فتعالوا نستمتع باللي احنا بنشوفه معانا على الشاشه من مهارات محمد حمد الخاصه. انت فين يا حمد؟ مع المنتخب المصري رقم 8، هتلاقي عنده الدايره كل مره، هو اللي قدامك على الشاشه. وسط واحد، وسط اثنين، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ده مباراه منتخب تونس يا حمد. تونس دي. نحكي للناس بقى. كان فين البطوله؟ في الجزائر. اوكي، لعبنا مع كم منتخب؟ عملنا ايه؟ لعبنا مع تونس وليبيا والجزائر. دي حلوه قوي. ده المغرب. دي المغرب. ده كلام محترم جدا. طب ليه مش في البعيده بقى؟ ده كلام محترم جدا. ده كلام محترم جدا. دي مباراه المغرب كسبناها كام؟ 2-0؟ 2-0. دي مباراة المغرب 2-0، وزي ما احنا شايفين على الشاشة بنتكلم على ستايل لعب موجود لجناح في الدوري المصري، وبرضو احيانا بيكون بلاي ميكر على الطرف زي ما انت شايف. امكانيات، بتلعب مع اللي زيك، التاني بتلعب مع اللي زيك في معدل السن بتاعك. للمغرب وتونس والجزائر يا حمد كمان؟ والجزائر. والمنتخب الرابع كان مين؟ ليبيا. كان ليبيا. فاللي احنا بنشوفه في ارض الملعب من حمد زي ما احنا مستمتعين معاه، ده بيحصل قدام منتخبات شمال افريقيا اللي احنا متعودين انه اللعب قدامها بيكون فيه بعض العوائق. ثم مع الزمالك، ده الموسم الحالي مع الزمالك رقم برضه 8 ولا 13؟ لا 8 ده مش الموسم اللي مش الموسم ده. ده اللي فات. ده اللي قبليه. وتتوالى اللقطات من خلال مراوغات وباصات، والناس في منتخب مصر وفي الزمالك قالوا لنا ان هناك تشابه بعض الشيء في ستايل لعب محمد حمد مع ستايل لعب عبد الله السعيد. سمعت دي قبل كده؟ ايوه. قالوا لك ايه؟ ومين اللي قال لك؟ ناس كتير في النادي، كابتن حازم وكابتن بدر وكده. كبير ولا صغير؟ لا الكبير. حازم الكبير الامبراطور؟ لا حازم الصغير. 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 اوكي. قال لي كتير ستايل لعبك زي كابتن عبد الله السعيد. اوكي، انت مثلك الاعلى عبد الله السعيد ولا حد ثاني؟ لا كابتن عبد الله السعيد طبعا في الزمالك. مثل اعلى. وبره مصر؟ بره انا بحب بلنجام. اشمعنى؟ يعني برضه بحس انت حلق حلقته. ده مقصوده. ايوه. ومن الاكبر شويه؟ من الاكبر الكبار اكبر بقى سنا، الاكبر من بلينجهام. يعني ميسي، كريستيانو. انا بحب ميسي بصراحه. ميسي يعني. اوكي. انا عايز بشجع عشان ده ممكن يفتكروا بعد 10 سنين زي صلاح كده. شجع ريال ولا برشلونه؟ ريال. اكيد. انا عايز ولو جالك عرض برشلونه زي صلاح كده هروح طبعا عادي. ايوه مفيش مشاكل. لا دايس. لا هو اصل في الاول قال حاجه مهمه جدا واحنا في الفاصل. حمد كان في الاهلي لسنه وراح الزمالك. ايه اللي حصل؟ سنة يعني سنتين شهرين. لا ما كملتش شهرين. ما كملتش موسم. ايه اللي حصل؟ رحت وبعد ما مضيت كان في اخر الموسم فالمدرب اتغير. اوكي. فانا ما عرفتش، فعرفت متاخر. فلما جيت بقى راح منزلني اختبارات من اول وجديد.
الجديد ما اقتنعش، القديم هو اللي كان مقتنع. ايوه أوكي. الجديد امبارح منزلني اختبار. انت اهلاوي اصلا؟ كنت اهلاوي؟ لا زملكاوي. زملكاوي صغري زملكاوي. ولعبت في الاهلي عشان انا بقلق من حكايه انا انا بقلق من حكايه انا من صغري زملكاوي دي. لا لا من صغري زملكاوي والله. لا 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 من صغري بجد مش هزار يعني. يعني انت اصلا زملكاوي؟ زملكاوي. ورحت الاهلي لرغبه من والدك؟ والدك اهلاوي. اوكي. والدتي زملكاويه. اوكي. فخدتني ورحت الزمالك بقى. كان ساعتها كابتن احمد رزق اللي كان ماسك. طب انا عايز اقول حاجه بس يا محمد. اتفضل يا فندم. اولا عشان بس ما ندشنش الفكره للناس انه ايه، ان احنا اولا اليمين يمال رمز بالنسبه لنا بما انه هو انجح حاجه ظهرت في الفتره الاخيره. صح. فاحنا لما بنقول البحث عن الطفل المفقود اللي هو مركب رجلها الشمال فيها مغناطيس زايده، يا اولاد الحلال، فاحنا حاطين ده رمز. حمد اللي هيفضل اسمه محمد حمد، احنا برضو جايبينه مثال. طبعا قد ينجح محمد حمد وقد يروح محمد حمد، معلش انا اسف ان انا اقول لك كده، ان شاء الله اللي هو ايه، قعدنا بقى وبعدين يلا ومش عارف الايه واصحابنا وبدانا ناخد نصايح من كده. وهنا دي المشكله محمد، لو اكاديميه في وقت من الاوقات وانت حابب جدا الكوره وحاسس جدا بمهاراتك وفي كيان اكاديميه 24 ساعه انت عايش فيها طول الوقت بتجهزك بتعلمك، كنت تروح ولا توافق ولا تحب عيشة الحرية؟ لا انا بحب اللي هو 24 ساعة تمارين وكده. انت بتمرن، انت بتروح كم ساعة؟ بس انت قلت لي بتروح ساعة ونص النادي. ساعة ونص النادي. وباقي الوقت؟ باقي الوقت بقى بعد التمرين زي ما قلت لك بنعمل. بس انت عارف انه لمسية لا بيحلقوا حلقات مش عارف ايه ولا بيركبوا حلقان وبيتاخد منهم التليفونات وفي نظام صارم، هل ده يناسب اللعيبه الشباب في مصر او الناشئين في مصر؟ ايوه طبعا، يعني مش يعني احسن من السهر والصحاب وكده. ده بالنسبه لك انت. طب اقول لك على حاجه، هل انت حاسس ان في شكل جديد دلوقتي للناشئين في مصر في تقبل النوع ده؟ يعني فعلا الجيل اللي هو 16 سنه عايز ينجح في مصر، عايز يظهر، ولا حاسس انها ناس وناس؟ من وجهه نظري انا ناس وناس. يعني ناس وناس عايزه تنجح وناس واخداها هوايه اللي هو عادي. اوكي. وانا من الناس اللي ان شاء الله انا عايز انجح وكده. طيب انت داخل على تجربه مهمه جدا جدا مع كابتن الكاس، لان ده منتخب مصر 2008 يعني، وعندكم تصفيات وعندكم بطوله في المغرب و و و. انت ايه احساسك بالجيل ده؟ انت شفت كل اللعيبه، احنا بنشوف لقطات. أيه. لكن انت عشت مع اللعيبه وعارفهم كلهم وبتشوف التدريبات كل يوم وكل الكلام ده، احساسك ان احنا فعلا عندنا جيل يقدر يرجعنا من تاني لجيل حسن شحاته ونقدر ناخد بطولات يعني، ولا حاسس ان لسه شويه؟ هو مع كامل الاحترام لكابتن حسن شحاته، هو ما يوعاش على الكلام ده محمود. لا انا فاهم. عندنا شبه ابو بتاع بره ولا ما عندناش؟ اللي انت عندنا اللي انت بتشوفه على اليوتيوب عندنا شبه كده او قريب من كده؟ ما عندناش طموح كبير بس عندنا شبه ده. ايوه طبعا. سالت سؤال، لما بتتفرج على الفرق الكبيره، وانا ما بوقعكش في حد، الناس الكبار كباتنك وكباتنا وعلى راسنا من فوق، لكن لما بتلاقي باصه الثانيه مقطوعه، باصه الثانيه مقطوعه، باصه الثانيه مقطوعه، وانا اسمع من زمان من ايام انا ما كنت بلعب كره شويه انه اللعيب الف ب في الاول اللي المفروض يتعلمه استلام وتسلم. لما انت بتشوف كده وانت 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 صغير، ايه الاحساس اللي ينتابك وانت بتتفرج على الدوري؟ بكون متضايق طبعا، بحط نفسي مكانه كده فاهم، ببقى عايز انزل على مكانه. حمد، حد بيعلم ده في مصر ولا دي قدرات اللعيبه الفرديه بوضوح؟ تبقى امكانيات فرديه اكتر. تبقى امكانيات فرديه. تعلمها فين؟ في البيت مثلا ولا فين؟ لا في النادي طبعا. ولا في الشارع من الاول؟ في النادي. بتبقى موهبه، بتبقى عند ربنا. لعبت في الشارع؟ لعبت في الشارع. تلعبوا بكره ايه دلوقتي؟ يعني احنا زمان كان كرة، كان كرة، كان كرة شراب زمان يعني. كنت بتلعبوا بايه زمان بتاعك؟ كرة عادية. كرة عادية. كرة عادية. بس ارجع تاني لمنتخب الشباب، يعني عايزك تحكي للناس تقول لهم او تعرفهم حتى مين الجيل اللي عندنا، اللعيبة اللي انت شايفها جامدة. اذا كان الناس بتقول ان حمد شبح عبد الله السعيد، مين اللي عندنا في المنتخب ده لعيبة انت حاسس انه الناس دي لو خدت فرص تلعب في انديتها وتشارك زي ما يامال شارك مع برشلونة وتقدر مع الوقت تطلع منتخب اول او بره المنتخب كمان او بره المنتخب؟ ما انت عارف. مش عايز اذكر اسامي. لا بس اللي يجي على بالك يعني، احنا خدناه كنموذج، فانت ممكن تقول نماذج. لا في المنتخب او بره المنتخب او في الزمالك. قول لي اسامي، قول لي محمد احمد سيد محمدين، رص لي شويه اسامي كده. ذوقك الشخصي على في الزمالك. في الزمالك، الزمالك او الاهلي او اي حته. في الزمالك عندنا في عناصر كتير طبعا. في الباك ليفت بتاعنا عمر يسري. ده نموذج محترم. اوكي. وفي
لعيب عندنا اسمه ونيس بيلعب 8 برضو. ده في الزمالك؟ ده في الزمالك. دول في المنتخب ولا الزمالك بس؟ لا ده في الزمالك بس. ممتاز. في المنتخب بقى ممكن نور ده السيرد باك بتاعنا ده على اعلى مستوى بصراحه. بيلعب فين؟ في امبي. في امبي اوكي. وبس كده يعني فاهم. دي اللي هو الناس التقيله قوي اللي انت حاسسها يعني. ايوه. انت انت لما شفت لاعب بيتصعد بسرعه يعني لاعب في اكثر من لاعب دلوقتي يعني لو انت بتتابع في العالم كله دلوقتي حتى الخناقه في البيع والشراء اللاعبين دلوقتي بقى على اللعيب ال 17 سنه و 16 سنه زمان كان في اللاعب لما ينضج اللي هو 25 24 انت لما بتشوف السن الصغير ده دلوقتي انت شايف انه هنا ممكن يبقى في وقت من الاوقات متخيل نفسك تبقى بتلعب في 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 مع تنزل مع الفرقه الكبيره تلعب تنزل مع ولا لما بيشرحوا لك في التمرين في البتاع لسه المستقبل اللي يعني يحيينا ويحييك ربنا بصراحه فاهم السؤال فاهم يعني عندك سامي. عندك وقت طويل لسه قدامك عشان تبدا وتبقى في الفريق اول يعني ولا كده. انت شايف ان ده ممكن يبقى قريب بصراحه ما تقوليش بصراحة. اجابات بتاعه ميكروفونات لا لا بصراحه والله شايف اللي هو قريب قوي كمان اللي هو عادي يعني يمين يامال في برشلونه ومنتخب واخد اليورو في مصر ممكن برضو نشوف الحاجات دي طيب حاجة تانية مهمة في السياق يعني وهنا هفوكس شوية على موضوع الزمالك يعني يقال ممكن تعتبره إكليشيه حتى يعني إنه عدد الحريفة البيور تالنت اللي بيدخلوا الزمالك عدد كبير على مستوى التاريخ يعني بنتكلم على مثلا آخر 20 سنة 30 سنة بيدخل كتير لكن اللي بينور ويطلع ويبقى سوبر ستار بالمعنى الحرفي عدد أقل يعني مثلا دخل 20 لعيب حريف في الزمالك مثلا يطلع في النهاية واحد أو اتنين أو تلاتة هم المنورين قوي ليه ده بيحصل؟ يعني في قطاعات الناشئين انت بتشوف مواهب قدامك، ايه الفرق ما بين اللي بيكمل وما بين اللي بيكملش؟ دي بتبقى عقليه بقى، العقليه بتاعتك فاهم؟ لو انت دماغك في الكوره وفي الكوره بس انت هتكمل وهتوصل، لو كنت في دماغك بره الكوره بقى قصها زي ما حضرتك زي ما قلت لك مش هتكمل في الكوره. مين بالنسبه لك عقليته كانت نموذج يحتذى بيه في الزمالك باللي انت شفته؟ في الزمالك؟ من اللعيبه الكبيره حتى مش بتكلم على الناشئين. انا طبعا بحب كابتن حازم امام. الكبير كبير أوكي. والصغير الاثنين والصغير اوكي وعبد الله السعيد وعبد الله السعيد طبعا ولعيبه كتير طبعا لكن دول بالنسبه لك دول بالنسبه يعني. طيب عندي جزء ثاني مهم جدا يا جماعه في السياق لانه لازم نوصل لنتيجه في الاخر ما ينفعش نفتح نقاش زي ده طويل عريض وما يكونش فيه نهايه او توضيح لمساله مهمه جدا فهنا اسمح لي بقى اعرض لك المفاجاه اللي انا جايبها لك يعني هذا الرجل هو مكتشف لامين يامال كلمته النهارده الصبح واكتشفت ان الراجل ده عنده الرغبة ان الكلام اللي بيحصل في اسبانيا يتعمل في مصر وعنده الرغبة انه طريقة اللعب بتاعت اسبانيا احنا بنعرض على حضراتكم هاتوا مدربينكم عندنا يتعلموا كل حاجة ويرجعوا في مصر يطبقوا ده ونعمل كل حاجة ممكنة انتوا عايزينها علشان تبقى المفاهيم اللي ناقصة او الحاجه اللي محتاجه ضغط شويه او تعليم زياده شويه موجوده في مصر زي اسبانيا وده بالنسبه لي مفاجئ الى اقصى درجه واسمحوا لي بين قوسين اقول المعلومه لكن ما افسرهاش انا سالته السؤال اللي اي مسؤول في مصر هيساله من ابو كام الاجابه اللي قالها ما اقدرش اقولها لكن هي اقل من اسعار كتير جدا لمدربين موجودين في السوق نشوف ونرجع نعلق على الكلام بالطبع كما تعلمون لمحاولة تطبيق مثل هذا النموذج هناك العديد من الآليات من خلال أكاديميات كرويف فوتبول وإعداد المدربين هناك في مصر ومن هنا يمكنهم أيضا اتباع هذه الطريقة ونحن نقوم بالمتابعة والإشراف ومن الممكن أن نقوم أيضا بقضاء وقت ما إن تطلب الأمر ذلك ونقوم بالتدريب هناك ومن هنا إمكانية تأهيل مدربين أو ثلاثة من مصر يكونوا هم المسؤولين عن تأهيل مدربين آخرين طبعا هناك إمكانية أخرى ألا وهي حضور مدربين من مصر إلى إسبانيا لحضور دورات تدريبية نقوم بالإشراف عليها لتأهيلهم ويتم تطبيقها في مصر تحت إشرافنا ومتابعتنا في كرويف فوتبول حتى نتمكن من تطبيق هذه التقنيات وكسب الخبرات من خلال منصة كرويف فوتبول عشان الراجل ده اللي عنده بيور تالنت وضحت قدامنا على شاشة في أكتر من سياق يبقى أفضل لازم يكون معاه نوعية معينة من المدربين ولا نقلل من شأن أحد أبدا لا في النادي ولا في المنتخب بس الكل تحت مفهوم وتحت تندت أنه عايز يتعلم فساعدوا المدربين أن هم يتعلموا عشان اللي زي حماد ياخد شغل أكتر فينور بدرجة أسرع
وساعدوا اللعيبه على ان يبقى عندها دايما حاجات جديده مش معتمده بس على مهارتها الفرديه، علشان في النهايه اللي زي حمد وغيره في المنتخب يقدر يوصل لاعلى درجه ممكنه. عايز اعرف رايك في ده. المهم انه مفيش حاجه، مفيش اختراعات. نحن لا نخترع، ولكن نشوف الناس عملت ايه وفي حاجات نعملها زيها. احنا هنا يعني مش في يعني مش عايزين برضو نبقى قاعدين كاننا بنقول يعني جاتنا نيله في حظنا، لا، احنا هنا بالعكس منتهى التفاؤل. ال 120 مليون مصري فيهم كتير جدا ممكن يطلعوا، اللي هو البحث عن الاطفال هتيجي، عارف لما تدخل تدور على طفل مفقود مخطوف فتلاقي فيه 15 جوه واخدينهم مخطوفين برضو. صحيح. هتلاقي لما تبدا تدور على واحد هتلاقي عشرات، وهتبقى نقلة غير عادية. الموضوع كالآتي، تصوري لي أنا بعيدا عن كل الحاجات اللي بتحصل، لو في بقى شوية يعني في شوية ضمير واضحة، يعني الأندية الكبيرة والأندية اللي عندها قطاعات ناشئين، الإعلام بيدعم ده. يعني لما هيجي يا جماعه، احنا الناس بتقول لك الترند واللي ماسك، انا لما يظهر لي حد شبيه باليمين يمال ده انا هجيب له شوكولاته وانت هتاخده توديه المدرسه. صحيح. وسيف زاهر هيحطه في حته تانية وكل واحد هيبقى ما وراهوش الا ان احنا ساعتها هنسيب الالعاب الوحشه وهنلعب مع الناس الحلوين. لانه ده هيبقى عندنا ماده، عندنا حاجه، الاعلام هيبقى عنده حاجه. اهو احنا بنقول لكم ده يتعمل كده. هذا الكلام موجه إلى رؤساء الأندية في مصر بقولا واحدا، فاهم؟ موجه إلى رئيس نادي الأهلي، الأندية الشعبية، رئيس نادي الزمالك، حتى نادي إمبي من أكثر نجاحا في الناشئين. هذا مشروع وهو إنشاء أكاديمية بهذا المستوى في مصر، عشان نبقى طبقا للسيستم، أو أنا آسف يعني طبقا للمنظومة في مصر. لازم هذه المؤسسة تبقى مؤسسة عشان تبقى محمية وتبقى مؤسسة دولة. يتم إنشاء مؤسسة الولاد يعيشوا فيها 24 ساعة، المصريين جادرين بكده، الولاد الصغيرين، ساعتها هيطلع عندنا عشرات اللاعبين، ومش هنطول وقت كبير، هنروح بسرعة. طيب. هنلاقيهم بيلعبوا منتخب. ده الجزء الخاص بالتنظيم، لكن في جزء تاني لا يقل أهمية عند اللعيبة. أنا عايزك وأنت قدامك الكاميرا وأنت اللي بتختم الحلقة كمان تقول لي انه انا محمد حمد بتعهد قدام كل جمهور مصر، جمهور نادي الزمالك وجمهور المنتخب المصري، انه لو اتوفر لي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة اوعدكم ان هعمل كل حاجة علشان اكون زي لامين يامال. المايك معاك وقول كل اللي انت عايزه. انا محمد احمد حمد، لو اتوفر لي كل حاجة، من كل حاجة بقى يعني شامل كل حاجة، يبقى هبقى احسن من لامين يامال كمان. عدلي، قولي لو عندي كذا وكذا 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 وكذا، نفسك في ايه؟ لو مثلا جيم، تغذية، تمارين على طول، استشفى طبعا، و في اي نظام كتير مع المنتخب طبعا. في اي نظام غذائي بيبقى محطوط في النادي؟ ايوه. وفي وجبه بتبقى اثناء التمرين؟ ما في، لكن هو بيديك نظام غذائي تمشي عليه. أيوه. معسكرات، في معسكرات في النادي، اهتمام في من الاعلام ايوه، في كل حاجه في النادي، في نادي الزمالك. انت عايز تغذيه وعايز جيم وعايز مدربين يقدروا يساعدوا انه الليفل يكون كله عالي، اعلى ثقه من المدير الفني للزمالك طبعا جوزيه جوميز، وتتعهد انك تكون افضل من لامين يامال ان شاء الله، تمضي على اقوالك ان شاء الله، تمضي على اقوالك. كان لازم البدايه تبقى عامله كده، ومن بكره وبعده عندنا حلقات كتير بعناوين تانية فرعيه بكلام اكتر في الكوره والدوري وكل اللي انتم عايزينه بدون نقاش، لكن كان لازم القضيه تبدا من هنا، تدشين الحمله الاولى للبحث عن الطفل المفقود كان يمثله محمد حمد اللي تعهد قدام كاميرات هاتريك في اون تايم سبورتس بانه اذا توفر له واحد واثنين وثلاثه واربعه هيكون افضل من لامين يامال، والراجل اللي اكتشف لامين يامال في اسبانيا اللي قال لكاميرات هاتريك انه انا عندي استعداد ادرب كل مدربين مصر اثنين او ثلاثه او اربعه علشان اللي حصل في لمسيه وعاشت في خير واسبانيا يتكرر من تاني في مصر. وكان الزاما علينا يكون الفيلسوف الاستاذ مجدي كامل ضيفنا في اول حلقه. لا بلاش يا فندم، حبيبنا ايمن يونس فين؟ لسه باعت لي والله، والله لسه باعت لي، والله لسه باعت لي، ما تقلقش. نورتنا وشرفتنا يا استاذ مجدي. هنلاقي الطفل ده وهنبحث ومكملين، كل الناس ممكن تبحث عنه، ومكملين. الطفل ده موجود في شوارع مصر وهنلاقيه. مكملين باذن الله. حمد نورتني وشرفتني، شكرا جزيلا ليك، كل التوفيق
ومعاك لحظه بلحظه ودقيقه بدقيقه وهنحاسبك على اللي انت قلته دلوقتي. شكرا جزيلا ليك. شكرا لكل مشاهدينا اولى حلقات هاتريك، يا رب تكون رضت حضراتكم، وباذن الله بكره وبعده، لكن الساعه 12 لانه طبقا للخريطه الاعلانيه والبرامجيه والمباريات و فبكره الساعه 12 من الساعه 2 معانا واحد من اهم النجوم هيكون موجود معانا بكره ان شاء الله للحديث في حلقه هاتريك قبل الليله المنتظره واليوم المنتظر لقمه الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم وتصبحوا على الف خير.